خاصة وأنه يحتل المركز الأخير ب 19 نقطة قائد وليد عرجي بالإضافة إلى رقم. هل الفوز اليوم للمساندة للدعم لدعم بهار بن عمار عبد الحفيظ و23 يحدية وهران وألقاب عديدة طار المراوغة ينجح في ذلك يدخل منطقة الجزاء ركنية أولى ركنية من الإعادة من عبد القادر بن حران التسديدة والتصدي والشباك من سيفتتح التسجيل هنا كرة في الركنية في القائم الأول كرة ما خرجت لأيمن دهار عنده الكرة دائما دهار يبحث من هناك على الجهة اليسرى مع بن حران في كرة في محاولة صعبة وخطيرة وبرت مرت جوار القائم محاولة للنادي الوهراني مولودية وهران كادت تأتي بالهدف الأول من بن حران في كل مرة بن حران يصعد على الجهة اليسرى بيمناها لعبها بخارج القدم كادت تخادع هذه الكرة الحارس قندوز فريق مولودية وهران التوزيع في منطقة الجزاء هنا بالراس ولكن الكرة تروح إلى قندوز فيه مطاردة في الجزاء هنا الخطر لفريق مولودية وهران ولكن كرة راحت إلى قندوز زيان هذه صعبة وزيان هذه صعبة وهذه خطيرة ولكن التصدي والتدخل الموفق من حمادي ستكون من بالحران عرجي وليد المخالفة تنفذ ولكن الدفاع كرة دائما التسديدة من بالخيطر صعبة ولكن راحت بين أحضان مولودية وهران نعماني هناك نعماني تسديدة ولكن بعيدة إلى 5.50 متر التسديدة الأخيرة من محمد نعماني بهدفين هذا الموسم هنا كرة لفريق مولودية وهران نعماني في التسديدة خلتها في الشباك خلتها في الشباك من نعماني ولكن كرة راحت جوار القائم تسديدة باليمين كادت أن تأتي بالهدف الثمين الكرة إلى خط محاولة ولكن ظهر مروان يضيع المحاولة يضيع الفرصة الذهبية للتسجيل كرة الواحد صفر تضيع وتهدر بأقدام ظهر الخطأ من كداد ظهر تقدم بيمناها التسديدة ولكن قندور الهدف الأول بحثا عن افتتاح التسجيل هنا التسديدة لم تمر ببعيد التسديدة راحت جوار القائم كادت تأتي بأول الأهداف من بوسالم مروان ضربها بيمناه كادت تجيب الهدف الأول في هذه المباراة محاولات لمولودية وهران ضغط من جانب مولودية وهران هذا جهة اليسار مع مزيان كرة في العمق لوامبا وامبا في الانطلاقة كرة خطيرة كرة صعبة ماذا يقول حكم المباراة توابتي يعلنها ركلة جزاء توابتي يعلنها ركلة جزاء بالوزدادية في الدقيقة 63 قلنا أنه فريق شباب بالوزداد يبحث عن واحدة من المرتدات يبحث عن واحدة من أسرع الهجمات لهز شباك مولودية وهران في لقطة في هجمة خاطفة مزيان ممتاز التمريرة بخارج القدم نحو وامبا الصراع بين وبين كروم هنا احتسبها ركلة جزاء الحكم ثوبتي ركلة جزاء لفريق شباب بالوزداد قلنا أن شباب بالوزداد كان ينتظر في منطقته بحثا عن واحدة من هذه المرتدات عن واحدة من هذه الكرات خلى المساحة وكان في صعود كلي للاعبي فريق مولودية وهران وكان فيه ضغط من عناصر المولودية الوهرانية ولكن وامبا في هربة من الهربات في مرتدة من المرتدات يتحصل فرصة ثمينة من أجل التسجيل هل سينجحون في التسجيل في مرمى الحارس حمادي في حديث بين الحكم الرئيسي توابتي
والحكم المساعد الحكم تواب تياطحة بين فريق مولودية الجزائر لمولودية الجزائر. قاصر مولودية وهران بن عمارة كرة في جزاء محاولة فرصة لمولودية وهران الدفاع يتدخل هنا التوابتي يعلن عن ركلة جزاء يعلنها ركلة جزاء بطاقة صفراء دوز بوسالم يستعد يتقدم هل هو الهدف الأول فعلا أبناء الحمر والهدف الأول في المباراة 1-0 عبر بوسالم 1-0 عبر بوسالم بواحدة في الشبكة يسعد الجماهير يفرح المحبين والعاشقين سجل وهز الشباك جمهورك وراك بال1-0 عبر بوسالم يأخذون الأسبقية في هذه الكلاسيكية 1-0 لمولودية وهران أمام فريق شباب بالوزداد. أبناء الحمري يواصلون مهمة الإنقاذ يواصلون رحلة التقدم نحو منطقة الأمان من غدر الزمان من غدر الهبوط والنزول 1-0 لأبناء الحمري أمام النادي البلوزدادي وفرحة وسعادة الجماهير بملعب الشهيد أحمد زابان بوهران. بوسالم يجيب الأسبقية في هذه الكلاسيكية 1-0 قبل دقائق قليلة عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة. الهدف جاء عبر ركلة جزاء لأنه من اللعب المفتوح لم يتمكن أي واحد من الوصول إلى الشباك. ركلة جزاء لمولودية وهران وهدف أول في المباراة وفرحة وسعادة للجماهير على المدرجات. الهدف 15 لفريق مولودية وهران كما قلت الهدف 15 لفريق مولودية وهران. بوسالم مروان سجل هدفه الثالث. فريق مولودية وهران 1 شباب بلوزداد 0 في هذه المباراة التي لم تستأنف بعد هذا الهدف الأول المسجل في الدقائق 10 الأخيرة من المباراة. فريق مولودية وهران يسعى لتحقيق انتصاره الرابع